السلام عليكم. درسنا اليوم في التعبير الكتابي. أهداف الدرس: في نهاية هذا الدرس يصبح المتعلم قادراً على أن يتذكر عناصر الحوار، يكتب حواراً مراعياً التصميم المقترح. أعزائي، نجلس في مكان هادئ ونبتعد عن اللهو واللعب. نصغي جيداً لشرح المعلمة، نوقف الفيديو ونعيد الاستماع للشرح عند الحاجة. والآن أعزائي، نتذكر أن الحوار هو حديث يدور بين شخصين أو أكثر حول موضوع معين. عناصر الحوار: أولاً، استخدام أفعال القول، مثال: سأل، قال، أجاب. ثانياً، استخدام ضمائر المتكلم والمخاطب. وأيضاً من عناصر الحوار استخدام علامات الوقف الخاصة بالحوار: النقطتان والشرطة. أعزائي، ننتقل إلى التصميم. نص الموضوع: بينما كان مروان يتابع سيره في الحديقة سمع صوتا، سار نحو الصوت، وجد شجرة تتألم وتبكي، فنظر إليها نظرة حزن وكآبة، راح يحاورها. تخيل الحوار الذي دار بين مروان والشجرة، وذلك بعد البدء بمقدمة سردية ومنتبها لمعايير الكتابة. أولاً، المقدمة: لكتابة موضوع ما يجب أن يتضمن مقدمة، وسطاً للموضوع، وخاتمة. لنبدأ. ماذا نكتب في المقدمة؟ علينا في البداية أن نكتب مقدمة نسرد فيها كيف التفت مروان إلى الشجرة وتقرب منها. إذن المقدمة: التفاتة مروان إلى الشجرة والتقرب منها. ثانياً، وسط الموضوع: ما هو المطلوب في وسط الموضوع؟ المطلوب هو أن نذكر تبادل الكلام الذي دار عن سبب حزن الشجرة وغضبها من الإنسان. المطلوب أيضاً أن نذكر تطور الحديث، وأن نذكر كيف راح مروان يذكر الشجرة بأهميتها ودورها. وبعدها أعزائي، ننتقل إلى الخاتمة، وهي التمنيات والشعور: تبدل شعور الشجرة من الحزن واليأس إلى الأمل. أعزائي، لنبدأ. ماذا نكتب في المقدمة؟ التفاتة مروان إلى الشجرة والاقتراب منها. علينا في البداية أن نكتب بعض الجمل ونجمعها في فقرة مترابطة. على سبيل المثال، نستطيع أن نقترح الجمل التالية: رجوع الجد إلى منزله، تجول مروان وحده، سماعه لصوت يحمل آهات متتالية، رؤيته لشجرة حزينة وغاضبة تئن وتتألم. ثانياً، وسط الموضوع: ما هو المطلوب في وسط الموضوع؟ المطلوب أن نذكر سبب حزن الشجرة، وأيضاً أن نذكر بأهمية الشجرة ودورها. إذن يجب علينا أن نذكر تبادل الكلام الذي دار بين المتحاورين. المتحاور الأول وهو مروان، أما المتحاور الثاني فهي الشجرة. أولاً، إبداء مروان تعاطفه مع الشجرة لأنه يفهم سبب حزنها. الشجرة تراقب البشر وشرورهم وتحزن لأجلهم. مروان: مصادر الشر تنبع من الطمع والأنانية. الشجرة: معرفة الشجرة بجهلهم لنعمة الحياة. مروان: من يقدم الشر يلقى مثله. الشجرة: قدرة الشجرة على العطاء الدائم حتى لو جاءها الأذى من الإنسان. مروان: كما يوجد نباتات سامة بطبيعتها، هناك بشر أشرار والعكس موجود أيضاً.
الشجرة اتحاد عناصر النبات مع الطبيعة لحماية البيئة، جمال المناظر، تنقية الهواء، تقديم الغذاء والدواء. مروان، بالعقل والمحبة والتعاون يعم الخير وينتهي الشر. إظهار الخير لدى الأطفال ومحبة الطبيعة. الشجرة، إقرار الشجرة ببراءة الأطفال من محاولة تدميرها. مروان، تقديم مروان طلب صداقة مع الشجرة. وبعدها أعزائي، بعد أن ننتهي من وسط الموضوع ننتقل إلى الخاتمة، وهي تبدل شعور الشجرة. إذن قبول الشجرة صداقة مروان وإعطاء الوعد بأنها ستزهر من جديد. الآن أعزائي ننتقل إلى المقدمة. الفكرة الرئيسة التفاتة مروان إلى الشجرة والاقتراب منها. هذه الأفكار قد ذكرناها سابقاً، سنحاول سوياً أن نرى كيف نعمل على توسيعها. ماذا نكتب في المقدمة؟ يطلب منا أن نكتب جملاً وأن نجمعها في فقرة مترابطة. الفكرة الأولى رجوع الجد إلى منزله، نستطيع أن نكتبها على الشكل التالي: رجع الجد إلى منزله متعباً من التنقل بين أرجاء الحديقة الكئيبة. الفكرة الثانية تجول مروان وحده، نستطيع أن نكتبها على الشكل التالي: تابع مروان سيره يتجول في المكان وهو متأثر بذلك الجو الحزين. الفكرة الثالثة سماعه لصوت يحمل آهات متتالية، نستطيع أن نكتبها على الشكل التالي: سمع صوتا مؤلما يحمل آهات متتالية، اقترب ناحية الصوت، ركض كالسهم باتجاه الصوت. أما الفكرة الأخيرة رؤيته لشجرة حزينة وغاضبة تئن وتتألم، نستطيع أن نكتبها على الشكل التالي: رأى شجرة حزينة وغاضبة تئن وتتألم. إذن أعزائي هذه الجمل نستطيع أن نضعها في فقرة مترابطة: رجع الجد إلى منزله متعبا من التنقل بين أرجاء الحديقة الكئيبة. هنا وقف قصير، إذا نضع فاصلة. وهنا نحتاج إلى عبارة تربط بين الجمل، إذا نضع عبارة في حين أن، في حين أن مروان. وهنا أيضا نحتاج إلى أداة ربط تربط بين الجمل، نضع قد، في حين أن مروان قد تابع سيره يتجول في المكان. هنا وقف قصير، إذا نضع فاصلة. وهو متأثر بذلك الجو الحزين. لقد انتهت الجملة أعزائي هنا، إذا نضع نقطة. وهنا أيضا نحتاج إلى أداة ربط تربط بين الجمل، إذا نضع فجأة. فجأة سمع صوتا مؤلما يحمل آهات متتالية. هنا انتهت الجملة، إذا نضع نقطة. ركض كالسهم باتجاه الصوت، هنا وقف قصير، إذا نضع فاصلة. وهنا أيضا نحتاج إلى عبارة تربط بين الجمل، إذا نضع وإذا به. وإذا به يرى شجرة حزينة وغاضبة تئن وتتألم. هنا انتهت الجملة، إذا نضع نقطة. أصبح لدينا فقرة مترابطة تشكل المقدمة. الآن أعزائي ننتقل إلى وسط الموضوع، وهو الحوار الذي دار بين مروان والشجرة. فإذن الفكرة الأولى إبداء مروان تعاطفه مع الشجرة لأنه يفهم سبب حزنها، نستطيع أن نكتبها على الشكل التالي: مروان، أيتها الشجرة الحزينة، تبكين وتحزنين منا، أعرف كم تتألمين، إنك محقة، ولكن كيف يمكنني مساعدتك؟ ترى ماذا سترد الشجرة على مروان؟ طبعاً الشجرة تراقب البشر وشرورهم وتحزن لأجلهم.
منذ سنين وأنا أعيش في هذه الحديقة، أرى بني البشر يتهافتون على أذية بعضهم البعض. أصبحت لا أعرف أأحزن عليهم أم على نفسي. بما سيجيبها مروان؟ طبعاً سيجيبها بأن مصادر الشر تنبع من الطمع والأنانية. الآن سنضع شرطة لأن المتكلم قد تغير. هنا كانت الشجرة والآن انتقلنا إلى متحاور آخر وهو مروان، فإذا نضع شرطة. لكن الحزن على الأشرار لا يفيد، فهم طماعون وأنانيون ولا يستحقون منك هذه المشاعر النبيلة. ترى بما ستجيب الشجرة؟ معرفة الشجرة بجهلهم لنعمة الحياة. إذن الشجرة تجيب، انتبهوا جيدا، لقد وضعنا شرطة وذلك لأن المتكلم قد تغير. أنا أشفق عليهم لأنهم يجهلون ما يفعلون، هم لا يدركون قيمة الحياة، إنها نعمة من الخالق. إذن ماذا سيرد مروان؟ من يقدم الشر يلقى مثله. لقد وضعنا شرطة ولكنك تعرفين أن الظالم لن يعيش حياة سعيدة، فمن يقدم الشر يلقى مثله. ماذا ستجيبه الشجرة؟ قدرة الشجرة على العطاء الدائم حتى لو جاءها الأذى من الإنسان. إذن الشجرة تجيب، أعرف ذلك جيدا ولذلك تجدني لا أتوقف عن العطاء حتى لو جاءتني الأذية من الإنسان. والآن أعزائي جاء دوركم، أنتم ستحاولون أن تجدوا لكل فكرة هنا طرحها مروان أو طرحتها الشجرة، ستجدون كلام مروان وكلام الشجرة وستكملون الحوار، وأن تجدوا الكلام الذي قالته الشجرة وقاله مروان، وفي النهاية ستختمون بعبارة تقولها الشجرة عن أملها وأنها ستزهر من جديد. وهذه بعض العبارات المساعدة التي يمكنكم استخدامها بصياغة كتابتكم. تنوع الكائنات في سلوكها، الشر والخير عدوان، كلما اتحدنا ضد الشر زادت الخيرات، الطبيعة صديقة الإنسان، الأشجار مصدر الخير والعطاء الدائم، الأطفال مثل الأشجار يحملون في قلوبهم المحبة للجميع. أنا طفل أمد يدي لنكون صديقين فهل تقبلين؟ كلما ازدادت المحبة قضينا على الأشرار. ما أجمل العيش بمحبة وعطاء بلا حدود. أعدك أن أزهر من جديد وأملأ الأرجاء بالجمال. أعزائي من الضروري أن نلتزم ببعض التوجيهات والإرشادات لكي نتقن عملنا. وضع عنوان مناسب للموضوع، تقسيم النص إلى فقر ووضع علامات الوقف حيث يلزم، استخدام عناصر الحوار، استخدام أدوات الربط الواو الفاء ثم لذلك كما أيضا، إعادة قراءة الموضوع وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية. وهنا أيضاً أذكركم بأن شكل الموضوع يجب أن يراعي هذه الأمور. أولاً في رأس الصفحة يجب أن نكتب عنواناً للموضوع، نكتب المقدمة ونترك فراغاً بين المقدمة وصلب الموضوع. أما وسط الموضوع ينقسم إلى متحاورين، وهنا أيضا يجب أن نترك فراغا بين وسط الموضوع والخاتمة، ونلاحظ أن وسط الموضوع يحتل ثلثي الصفحة بينما الثلث الباقي هو للمقدمة والخاتمة. أعزائي اكتبوا بخط جميل. دمتم في أمان الله.
إلى اللقاء.